الحالة يا دولة، الحالة يا دولة، أمي بعتت لي التليفاكس يا دولة. طب والتليفاكس ده اتكسر منك يعني وأنت جاي في السكة عشان كده بتعيط؟ لا يا دولة أنا بعيط بسبب التليفاكس يا. وقف لك في زورك يا، اشرب شوية مية. يا دولة أنا مهما شربت صغير، أنا مهما عليك مش فوق. مهما يا رمزة هتتغير مش هنسى إن أنا مخنوق. اللي اتغير قلبك أنت، أصلك واخد عن نسيان. طب مخصوم لك 6 أيام. ليه يا دولة؟ نفس الوزن، عن نسيان 6 أيام، وعارف كمان مخصوم لك 10 أيام. لا على فكرة بقى دي أنا دولة بقى مش على نفس الوزن بقى، علشان كده كسرت القفلة. القفلة؟ ده على أساس إنها قصيدة كهربائية يعني أي كلام بتقوله. طب بتعيط ليه دلوقتي؟ بتعيط ليه؟ أمي اللي في مقام والدتي يا دولة، وطول عمري بجاملها وأقول لها ياما. يا سلام، يعني هي كانت الأول مرات عمك ومع الأقدمية بقت أمك يعني ولا إيه؟ لا يا دولة، هي أمي من زمان قوي، بس هتتجوز يا دولة، هتتجوز وتسيبني يا دولة، هتسيبني يا دولة. طب سيبني أنا، سيبني بقوله. طب وإيه المشكلة يعني ما تتجوز وتسيبك؟ إيه اللي هيحصل يعني؟ هو أساسا كانت عايشة معاك؟ لا يا دولة، هي صورتها ما بتفرقش خيال يا دولة، ما بتفرقش ذهنيتي. أنا مش فاهم، يعني أنت زعلان دلوقتي عشان هي هتتجوز؟ لا يا دولة، أنا زعلان عشان هي هتبيع البهيمة سونيا. البهيمة سونيا؟ يعني أمك اسمها رمزية والبهيمة بتاعتكوا اسمها سونيا، ده إيه التفرقة دي؟ يا دولة البهيمة سونيا دي هي اللي رضعتني وهي اللي ربتني وكانت دايماً بتحميني بلسانها. الجاموسة بتحميك بلسانها؟ ده إيه النظافة اللي أنت فيها دي؟ وبعدين هي اللي رضعتك، طب دي حاجه كويسه قوي. على كده بقى انت ليك اخوات في الرضاعه يا رمزي؟ يا دوله انا كل البهايم اللي في البلد اخواتي في الرضاعه. بس على كده هتبقى مشكله كبيره قوي انك مش هتعرف تتجوز اي حد من البلد، كلهم اخواتك في الرضاعه. اقول لك بص، ممكن تتجوز من اي بلد تاني او سوق التلات، يالا مليان بهايم كده. يا دوله وانا عندي دماغ بقى قاعد افكر في الجواز والكلام ده، الدنيا تلاقي. والله يا صراحه يعني يا رمزي انا عمري ما هلاقي زيك يعني. أمك هتتجوز مين بقى؟ أبو سونيا؟ لا يا دولة، أبو سونيا الله يرحمه من زمان وقع في الساقية. أمي هتتجوز الواد جليطة. طب وأنت زعلان إنها تتجوز؟ ما تسيبها يا عم تتجوز، سيبها تتجوز وتفرح بشبابها أو تفرح بشبيتها. طب يا دولة أنا دلوقتي أعمل إيه طيب؟ تعمل إيه؟ بص يا سيدي، روح هات لنا بقى 2 كشري. حاضر. دولة يا حبيبي، بقول لك إيه يا دولة يا ابن عمي يا حبيبي، أنا دلوقتي عايز يعني أجيب البهيمة سونيا، أقوم فرش لها هنا هون في المخزن وتقعد بقى هنا هون كده علشان أرجع أنام في حضنها تاني وأشعر بالحنان من تاني يا دولة. عارف هذا رمزي، لو جبت الجاموسة دي بس من قدام باب البازار عارف هعمل إيه؟ مش هتقدر تمد إيدك عليها طول ما أنا عايش يا عادل يا سعيد. بتعلي صوتك عليا يا واد، أنا أقتلك يالا. ولا احترم نفسك، ده أنا ممكن أبلغ بتوع الكلاب يجوا يضربوها بالنار. لا يا دولة الأول، لا يا دولة. لا خلاص أنا كنت بهزر يالا يا رمزي. يا دولة يا دولة، يالا بتوع الكلاب مالهم ومال الجواميس يالا. يا دولة ولا يا دولة، يالا بهزر. ولا يا دولة. ايوه يا ام رمزي، دلوقتي رمزي عمال بيكسر في البازار وعمال بيكسر في التماثيل ومتمرمخ في الارض وعمال بيعيط. ايوه يا ستي، رمزي ابنك. هو انت عندك ولاد غير رمزي؟ منتشر في العيله وراثه. ايوه انا عادل امام هيكلمك ليه يا ستي؟ انا عادل ابن عم رمزي. ماشي يا ام رمزي، مستنيك. مع السلامه. مع السلامه. يعني أنا عايزة أفهم دلوقتي، أنت إيه اللي حشرك في الموضوع ده؟ أصلا موضوع معنوي عائلي، أنت مالك بتتدخل ليه؟ بتدخل ليه إيه؟ يا رانيا رمزي مدمر البازار. أنا مش فاهم إيه اللي عامله ده وكل الدوشة اللي عاملها دي عشان أمها تتجوز. وفيها إيه لما أمه تتجوز؟ ليه يقف قدام سعادتها واستقرارها؟ الله الله الله، إيه حكايتك يا ماما؟ شكلك بتشاور عقلك على العريس ولا إيه؟ وافرض يعني فيها إيه يعني؟ لا انا مفرضش البلا قبل وقوعه. ده عشم ابليس في الجنه يا عادل، ما تخافش، دي كلها اوهام وعمرها ما هتتحقق. يا جماعه انتوا اصلكم مش فاهميني، انا مضطر اجاري رمزي في حكايه الجاموسه دي لانه بجد اعصابه، انا اول مره اشوفه كده، ده كان هيتهجم عليا. طب بابا ما تيجي نشتري الجاموسه دي ونحطها عندنا في البلكونه.
تصدقي ممكن دي تبقى فكره كويسه جدا، ناخد منها اللبن بقى ونحلبها ونعمل منها جبنه ونعمل منها زبده ونعمل منها قشطه وننافس بقى السوبر ماركت اللي تحت. يا ياسمين يا حبيبتي، الجاموسه مش من الحيوانات اللي تتربى في البيت، يعني هي مختلفه تماما عن الارنب والفرخه والاسد. طب بابا، طب اجيب لي اسد. عايزه اسد؟ حاضر يا حبيبتي، اعدي ان شاء الله على المحل بتاع الاسود اجيب لك اسد صغير كده. عايزه اسد لونه ايه؟ اخضر. اخضر وبفيونكه من فوق. يا ريت يا ريت. عارف يا عادل، الحل الوحيد لمشكلة رمزي انك تخليه نفسن على الجاموسة. معقولة يا رانيا؟ يعني نفسن على الجاموسة ايه؟ اخليها مثلا تاكل البرسيم بتاعه؟ خليك ورايا بس يا عادل، انت تجيب الجاموسة عندك في البازار وتقعدها وتربيها وتدلعها وتهننها، فالواد رمزي بقى ايه هيغير منها جدا وما هيصدق، هيقوم واخدها كده ومش بعيد قوي يذبحها ويوزع لحمتها. بصي ايه يعني، هو رمزي غبي اه، بس مش لدرجة انه ينفسن على جاموسة. ينفسن على جاموسة؟ الجواز يا ابني حق علينا. ايوه يا امه، والحق لازم يرجع لصاحبه. ايوه الحق والحق حبيب الله. حقكم عليا انتوا الاثنين، خلصونا. هتعملوا ايه في موضوع الجاموسه سونيا دي؟ شوف يا رمزي، انا لازم ابيع سونيا دي علشان انا لازم اشوف مستقبلي. ايوه يا امه، ما انا عارف يعني ان انت لسه في براعيم الشباب، لكن برضك يعني ما تنسيش ان سونيا دي ياما شالتك، يعني ياما كنست لك الدار وياما زغطت لك البط وياما حطيت لك كمادات لما كنت بتسخني. ده ايه الجاموسه العجيبه دي؟ انتوا جايبينها من السيرك ولا ايه؟ ايوه، امها كانت بتشتغل في السيرك الدبلوماسي، بس اهو لو جالك الطوفان حط سونيا تحت رجليك. يا اما بص اسمعي بقى، انت لو رميت سونيا دي انا هاجي اولع في محصول الزباله اللي انت زرعاه. انتوا زارعين زباله؟ ما شاء الله. زارعين ايه بقى؟ صفايح فاضيه مثلا وازايز زيت فاضيه؟ اسكت انت يا دوله بدات. بص والله العظيم لساني طولك بلفظ نابي. لا انا اسف يا استاذ رمزي، اتفضل اخلص عشان امك موجوده. اخلص. يعني انت اللي مزعله حكايه البهيمه سونيا؟ ايوه يا اما بصي بقى، يعني ما هو بصراحه يعني ما يرضيش ربنا احنا نرمي سونيا بعد العمر ده كله، وبعدين احنا لازما يعني احافظ عليها لانها بمثانه امي. مثانه امك؟ هو اكيد تحال ابوك بقى. بص يا دوله والله العظيم لو مسكت بص ايدي هتطولك بالشلوط. ايدك بالشلوط على اساس ان انت ماشي باربع رجلين؟ اتفضل. انا اسف اسف. طب انت ايه رايك يا رمزيزي؟ هاي رمزيزي التاني. يلا، يعني رايك ان احنا ناخد البهيمة سونيا ونحطها مع البهيمة ميمي والبهيمة فيفي في الزريبة بتاعت جلاطة؟ اسفا متأسفا يا اما مش موافق، الا اذا هي اللي طلبت كده. وهي هتطلب كده ازاي؟ يعني هتفتح عليها الزريبة تلاقيها محضرة الشنطة بتاعتها؟ انا عارفة ان هي مش هترضى الا لما تقنعها انت. خلاص يا اما ما تزعليش نفسك، من العين دي قبل العين دي، انا هكلمها في الموضوع ده. جابلك ايه كمان يا اختي؟ وجابلي منكاش اكنس بيه وافرد بيه شعري، اصلا انا حنيته. ده بالفيس يعني تيس؟ احنا ما عندناش في البلد حد بيربى تيوس. اه، ويا اختي جليطه ده شافك فين ولا عرفك فين؟ اقولك اصل هو تقدم لي قبل ابو رمز ما يتقدم لي سنه مفحته الكنال، وكان يمشي يزعق في البلد ويقول يا رمزيه انت فين يا رمزيه، وحشتيني يا رمزيه. على ايه يا اختي؟ ايه اللي على ايه؟ ده اني احلى واحده في كفر الدبانه. طيب اهم حاجه بس يا ام رمزي، عملتوا ايه في موضوع الجاموسه سونيا دي؟ انا شيعت اجيبها في عربيه نص نقل، وجلاطه اصرصر انه ما ياخدش مني ولا مليم في النقليه دي. اه يا سلام. طب بعد ما تجيبوها بقى بالعربيه النص نقل، يعني هتحطوها فين دي؟ ما انت عارف بقى، اهو رمزي لما قلنا له يروح يقعد جنب الجاموسه مرضيش، وقال لا انا اقعد جنب اكل عيشي لحسن حد ياكله ويلقطه مني. حطوها في بير السلم. حطوها في بير السلم؟ اه، وبالمره تحرس لنا العماره بدل الكلب. جرى ايه يا راجل انت؟ انت طلعت في مخك ولا ايه؟ هو في جاموسه بتحرس عماره؟ يا سلام، هي دي اللي وقفت في زورك يعني؟ طب ما كانت من شويه هي اللي بتكنس الدار وهي اللي بتزغط البط. دي حاجه تانيه خالص. المهم ان رمزي يقنعها ان هي تسيب الزريبه، وجلاطه اشترت علي يعني يا الجاموسه. يا دولا يا دولا، انا في اسعد ملحوظات حياتي. الزباله اللي انت عاملها دي طبعا في اسعد ملحوظات حياتك، امك عندنا في البيت وامك التانية هنا في المخزن. انت عارف يا دولا انا بحب سونيا دي عشان هي احن عليا من امي. خرب بيتك، انت بتاكل برسيم؟ يلا بتاكل برسيم؟ بس بس بس
please, we want to buy... Oh, what's this? This is a cow, ya sidi, a cow. Oh, we want to buy this. No, no, this is my father. Father, eh? Your father, eh? You can buy another thing. You can buy another thing. We have statues, we have tabla, we have donkey, anything. No, 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 thanks. Goodbye. Goodbye يا سيدي. Goodbye. راحتك. يلا يلا يا هبل. كان زمانها دلوقتي هتاخد الجنسية وبعد كده تنقلها لك. يلا. لا يا دولة لا، الجنسية دي أنا ما أخدهاش حتى ولو بملالين الفلوس، دي أمي تانية. حاضر ياما حاضر. يا وحنين أنت حنين. السلام عليكم استاذ عادل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا معلم زهر؟ اتفضل تشرب ايه؟ حظ الله حظ الله. انا لا هاكل ولا هشرب، انا بيتي اتخرب يا استاذ عادل. بيتي اتخرب. بيتك اتخرب ليه؟ خير؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل بس يا معلم زهر؟ اللي حصل لا يتحكي ولا يتقري. الجاموسه بتاعتكم مين؟ رمزي؟ رمزي جاموسه، واجمس جاموسه في العالم. كان جرر الجاموسه زميلته ودخل على كشك الورده، فجاه جلت الورد كله يا استاذ عادل، ما فضلش غير دي والفازه دي يا استاذ عادل، الفازه دي. طيب معلش يعني ان شاء الله ما تقلقش. ايه ايه يا معلم زهره؟ ايه صوتك؟ صوتك ازعج الجاموس سونيا. مالك؟ وبعدين ما انا قعدت اقول لك لم الورد لم الورد. ايه لم الورد لم الورد؟ ايه عم خليل بتاع الورد؟ انت خدت الجاموسه وطلعتها بره ولا ايه ده رمزي؟ ايوه دوله، مسليه كانت متضايقه فقلت اخرجها بقى شويه. خرجها بقى، خرجها شويه، خرجها شويه. بقول لك يخرجها شويه. قال لي ايه يا استاذ عادل؟ الجاموسه ملهاش غير زريبتها. استاذ عادل انا اتخرب بيتي يا استاذ عادل، ما قدرتش غير الورده دي والزهريه دي. يا عم انت اصلك بتبالغ، ما هو فضل برضه القميص مليان ورده اهو ما شاء الله. كويس انها ما شافتوش يعني. وبعدين اللي اتخرب يتصلح ان شاء الله. يعني محصول الورد اللي هي كلته ده يعمل له كام يعني يا معلم زهره؟ يعمل له كام؟ ايوه ليك بقى ولا للزبون؟ وعايز بقى السعر الاصلي ولا التقليد؟ انت داخل يا عم تعمل صفقه يا عم؟ اي سعر؟ الورد بكام يا عم؟ 100 ب 100000 جنيه. 100000 جنيه ايه؟ انا رايح اشتري الحديقه الدوليه. بكام يا عم الورد خالص؟ 500 جنيه. 500 جنيه؟ من 100000 ل 500 جنيه. خد ادي 20 جنيه اهو يا عم. 20 جنيه. طب خد الفازه دي هديه مني ليك. على فكره ده متعتقه بقالها 50 سنه، هي هتكبر هتبقى صفصافه ان شاء الله. منكم لله، منكم لله مفتريين، ومنك انت عشان اله الورد اللي كلته الجاموسه شوكها يقف في زورها. اي اي خد يا معلم اله انت شوكك يقف في زورك. تمشي بالجاموسه دول. خد تعال. ايه غلطان وبتتكلم؟ واخد الجاموسه تفسحها؟ وديت الجاموسه فين يا دولة بقى؟ اصليه اول مره تنزل مصر يعني، فقلت بقى افسحها يعني تاخد نفسها. تفسحها منك لله يا رمز. وديتها فين بقى يا سيد؟ النهارده الصبح دولة طلعنا على جنينه الحيوانات، بس مش عارف دولة كان الاسد عمال يبص لها كده بصات غريبه كده اهو. ما طبعا لازم يبص لها، كان عايز ياكلها اهبل. انا شكيت في كده برضك يا دولة، فقمت بقى واخدها وطالع بيها على الهرم. طلعت بيها الهرم؟ طبعا السياح بصوا لك انت بصات غريبه. ايه ده؟ انت ايش عرفك يا دولة؟ انا مش عارف، دماغك رايح عند الهرم وجرر جاموسه، وهي طبعا الجاموسه كان نفسها تطلع على الهرم من فوق مش كده؟ لا يا دولة، وانا قلت لها بس هي يعني خافت تتزحلق. اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ وبعدين اللي انا عايز افهمه دلوقتي يا رمز، يعني انت خدت الجاموسه وديتها جنينه الحيوانات وبعدين وديتها الهرم وبعدين جبتها على هنا، المسافه دي كلها كنت انت بقى راكب فوقيها ولا ايه اللي حصل؟ لا يا دولة ما يصحش يعني، انا ركبتها ميكروباص. انت ركبتها ميكرو بس هي ما ركبت باص مش كده؟ ايه ده؟ انت مش عرفك الدولة؟ يا ابني انا عارف كل حاجه يا ابني. ولا رمزي إيه؟ الجاموسه دي لو ما مشيتش من هنا النهارده انا هتبعها. هتذبحنا انا ليه دول؟ هتذبحنا انا؟ الجاموسه الثانيه انت هقول الحمار لو ما مشيش هتذبحه، الجاموسه لو ما مشيتش هتذبحها. لا دول لا، ده انت تذبحنا انا احسن. لا انت مالك بتحسي ليه من سونيا؟ خلاص مالكم كلكم عايزين من ايه بقى؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ على فكره أم رمزي أكبر مني يجيب بخمس سنين. يعني إيه؟ حضرتك توصلي إن حياتك عايز تتجوزي يا طنط ولا إيه؟ تيتا إنعام بتقولي إن هي عمرها ما هتفكر في الجواز.
سبت عيب. والله انا لو واحد اتقدم لي اسمه جليات ولا جليتا ده انا شخصيا اسيبه بس علشان اسمه. حوش حوش يا مجيده، حوش العرسان عم يتحدفوا عليكي يا اختي لدرجه انك بترفضيهم عشان اساميهم مش عاجباكي. شات اب يو شات اب. لو سمحتي يا سناء، لو سمحتي ما تتكلميش على مامي كده. بت 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 ايد الهون انت، مش انت اللي تقولي اتكلم واقول ايه وما اقولش ايه. انت يا بنتي، انت بطلي تحطي نارك من نار اختي يا بنتي، بطلي. الله، وهي غلطت في ايه؟ وهي مجيده لقت حد يتجوزها وما اتجوزتش؟ ها ها ها، انت بس عشان متغظانه جدا مني علشان انا احلى واصغر منك بمراحل يا حبيبتي. ما تصلوا على النبي يا جماعه، الله ما يصحش كده. ياسمين انت اللي مقعدك هنا، قومي خشي اوضتك. هو اللي يقول الحق في البيت ده يبقى غلطان؟ يا بنت قولي خشي اوضتك، خشي اوضتك، يلا اتحركي. احلى واصغر ايه يا مجيده؟ ده انت من يوم ما جوزك قدم استماره سته من الدنيا كلها ومشي بسببك طبعا، الا ما حد عبرك، الا ما راجل بصلك وانت معديه. اديني اماره. اصل انت بس اللي عندك الزهايمر يا حبيبتي، انت ناسيه المعلم نفخ وجري ورايا وحكي قد ايه. مامي يعني انت زعلانه من جليطه ومش واخده بالك خالص من نفخه ده؟ لا يا حبيبتي جامي. ايه نفخه؟ نفخه يعني تخين ومربرب. يا بنتي ما مامي أصلا رفضته عشان اسمه. لا يا حبيبتي مش عشان خاطر اسمه، عشان بيشتغل جزار. جزار ايه يا ماما؟ ده قعد ساعة جنبها يقول لها أنا بشتغل جزار، أنا بشتغل جزار، في الآخر طلع بيبيع جزر. جامي يو ستوبيد. طيب دولا انت معد مروحك دلوقتي، يعني مش عايز اي حاجه مني قبل ما انت تمشي بالسلامه؟ اه كنت عايزك بس تجيب لي يا رمزي علبه كشري بجنيه ونص، وتجيب لي نفسك علبه كمان بجنيه ونص، وتجيب لي سونيا الجاموسه علبه ب3 جنيه. ايه ده ايه ده ليه يا دول؟ ما تاكل زينا. ايه بس برضو يعني يا رمزي انا بجد ابتديت احبها خلاص، يعني مش عارف اعيش من غيرها، لدرجه ان انا بفكر بقى اديها الفرشه بتاعتك كمان، وكمان بقى ايه اديها ضعف المرتب بتاعك. ايه ده ليه يعني يا دول ده كله؟ يعني ليه هي بتعمل ايه يعني غير ان هي بتقعد تنعر وتاكل وخلاص؟ بتنعر؟ لا 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 اوعى تقول عليها كده، لا عيب يا رمزي، دي بركتنا يا ابني. لا يا دول بركتنا ايه يا عم؟ لا بقول لك ايه، ده انا هنا هون شقيان طول عمري والسنين اللي فاتت دي كلها لغايه لما وقفت البازار على ايده. وقفت البازار على ايده على اساس كنت هتدخله السيرك ولا ايه؟ بص يا دوله من الاخر كده هون، ما تجيش يعني حته الجاموسه وتاخد فلوس اكتر مني. يا رمزي ده انت غيران بقى. لا يا دوله ما مش غيران ولا حاجه، بس يعني ما يعني هتاكل عرقي كده هون على الجاهز زيها. لا لا بس برضو يعني يا رمزي الجاموسه دي في مقام امك، ده هي اللي رضعتك وهي اللي حمتك بلساها. ها لا بص يا عم، هي بقى راحت اشتكت لي اول امبارح على فكره، وقالت لي بص يا رمزي انا المكان ده مش مريحني خالص، فانا بقى شفت لها مكان تاني اريح. يا دوله سلام. براحتك يا رمزي براحتك. يا نهار اسود، الجاموسه فين؟ ده الواد رمزي ممكن يروح فيها، تكون خرجت من البازار. السلام عليكم، ازيك يا دوله؟ اهلا يا رمزي. ايه فين؟ بقول لك يا دوله في لحمه جايه لي كمان شويه يعني، فانا عايزك بقى تاخدها كده وانت تعمل لنا عليها سندوتشين حلوين كده. بس بقول لك ايه، مش مراتك اللي تطبخ ها، علشان يعني اكلها وحش قوي. اللحمه جايه لي في السكه. رمزي انت وديت الجاموسه فين يا رمزي؟ الحمد لله يا دوله ربنا قدرني يعني وردت لها الجميل. انا وديتها بقى المعلم سطور الجزار، وهو قال لي بقى انا عندي دار مسنين للبهايم. عنده دار مسنين للبهايم؟ ده اللي هو الجزار اللي هو المعلم سطور دار مسنين، مش فاهم. هو قال لي كده دوله، وقال لي كمان تعالى ده رمزي بعد شويه كده هون عشان تاخد نصيبك بقى في ثانيه. قال لك بقى في ثانية ولا نصيبك في سونيا؟ لا يا دولة في ثانية يا دولة، أصل أنت مش فاهم، دار المسنين دي يعني مش بتدفع يعني الواحد بالفلوس، لا دي بتدفع بقى باللحمة، ليا أنا بقى والغلابة كلهم. دار مسنين بتدفع لكم لحمة مش بتدفع فلوس، وأنت وديت الجاموسة عشان يلا أنا كده كده مستفيد يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا معلم سطور حبيبي. إزيك يا معلم رمزي؟ خد بقى يا سيدي ده نصيبك من اللحمة. دي بقى الراس، مفيش حد رد ياخدها، وبعدين تقطيعها صعب قوي. ربنا يخليك يا رب. الله يكرمك. راس سونيا، راس سونيا قتلتها، قتلتها يا مجرم، قتلتها يا
مجرم مش هسيبك الا في اسم البوليس. قتلت ايه؟ انا دبحتها، وبعدين ما احنا قلنا لك بسن السكين. سن السكين؟ ايه ده؟ دول انا سمعتها دار مسنين. خرب بيتك، دار مسنين ايه يالا؟ في جاموسه بيودوها دار مسنين. معلش يا معلم سطور، احنا اسفين جدا ومتشكرين جدا، ورمزي ابعتهولك على طول. ها؟ تحت امرك يا باشا، سلام عليكم. مع السلامه. مع الف سلامه، زفت. يالا رمزي. سامحيني ياما، سامحيني ياما، ما كانش قصدي والله. يلا رمزي خلاص، يلا بقى، وبعدين امسك نفسك، يعني ما ده مصير كل البهايم يعني، ما يجراش حاجه. لا قطعت فيا هدوله والله. وهي اتقطعت برضو، ما يجراش حاجه، سيبها بقى. ده كانت لسه الصبح معايا. ايوه عمرها. معلش معلش، ما تزعلش ما تزعلش، ما قالتلكش حاجه قبل ما تتذبح يعني على طول الله يرحمها؟ لا هدوله هي قالت ومشيت على طول. دولة اخر كلمه قالتها كده؟ اه دولة حبيبتي. طب دي كان معناها ايه؟ يعني هي قالت لي مع السلامه، كان قلبها حاسس، كان قلبها قلب الام، قلب الام. يلا وكانت صاحيه وبتلعب، يلا مش اشكال. يا رب بقى، ربنا يطرح لنا البركه في راسها بقى. اه ربيها، خد راسها ربيها. ماشي يا دولة. بقول لك يا دولة، احنا ينفع بقى نعمل عليها بقى سندوتشين شاورما كده هون؟ سندوتشين ايه يالا؟ ده احنا عندنا لحمه كتير، ده احنا هنعمل محل شاورما يالا. المهم ان احنا خلصنا منها الحمد لله. وينفع نعمل شاورما فراخ منها؟ من الجاموسه؟ اه طبعا، ما غبيه زيك اكيد فاكره نفسها فرخ. Thank you.